بالله من الشيطان الرجيم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، يسعدني أن أخاطبكم اليوم في افتتاح هذه السنة التشريعية ومن خلالكم مختلف الهيئات والمؤسسات والمواطنين بخصوص التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة. لقد قلت منذ اعتلاء العرش أننا سنمر من قضية وحدتنا الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا وفي كل أبعاد هذا الملف. ودعوت كذلك للانتقال من مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية، وعلى هذا الأساس عملنا لسنوات بكل عزم وتأني وبرؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل والإمكانات المتاحة للتأليف بعدالة موقف بلادنا وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد. واليوم ظهر الحق والحمد لله، والحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر دائما. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. وها هي الجمهورية الفرنسية تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء وتدعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. وبهذه المناسبة أتقدم باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي بأصدق عبارات الشكر والامتنان لفرنسا ولفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء. إن هذا التطور الإيجابي ينتصر للحق والشرعية ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لا سيما أنه صدر من دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن وفاعل مؤثر في الساحة الدولية.
وذلك بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدا حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي، كما أنه يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإرساس أسس مسار سياسي يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية في إطار السيادة المغربية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، يندرج هذا الموقف الفرنسي في إطار الدينامية الإيجابية التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. وهكذا فقد تمكن والحمد لله من كسب اعتراف دول وازنة ودائمة والعضوية في مجلس الأمن كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. فما نعتز أيضا بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة التي تساند بكل وضوح والتزام الوحدة الترابية للمملكة، لا سيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والدخلة. بموازاة ذلك تحظى مبادرة الحكم الذاتي كأساسا وحيدا للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار سيادة المغرب بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول بمختلف جهات العالم. ونذكر من بينها إسبانيا الصديقة التي تعرف خبايا هذا الملف بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي. ويطيب لنا أن نعبر لكل هؤلاء الأصدقاء والشركاء عن بالغ تقديرنا لمواقفهم المناصرة لقضية المغرب الأولى، كما نشكر أيضا كل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا مع الأقاليم الجنوبية للمملكة كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني، وبذلك تواكب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي، كما تضعها في صلب مبادرات القارية الاستراتيجية التي أطلقناها كمشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، رغم كل ما تحقق فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا والتعريف بعدالة قضيتنا والتصدي لمناورات الخصوم. وفي هذا الإطار يجب شرح أسس الموقف المغربي للدول القليلة التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية التي تؤكد الشرعية مغربية الصحراء، وهو ما يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية والحزبية والمدنية وتعزيز التنسيق بينها بما يضفي النجاء اللازمة على أدائها وتحركاتها. ولا يخفى عليكم معشر البرلمانيين الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي. لذا ندعو إلى المزيد من التنسيق بين مجلس البرلمان بهذا الخصوص، وهذه هي هياكل داخلة ملائمة بموارد بشرية مؤهلة مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار النفوذ سواء في اللقاءات الثنائية أو في المحافل الجوية والدولية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إنما حققناه من مكاسب على درب طي هذا الملف
وما تعرفه أقاليمنا الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية كان بفضل تضامن جميع المغاربة وتضافر جهودهم في سبيل تصديق الوحدة الوطنية والترابية. ولا يفوتنا هنا أن نشيد بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية ومختلف المؤسسات المانية وكل القوى الحية وجميع المغاربة الأحرار داخل الوطن وخارجه. في الدفاع وخارجه بالدفاع عن الحقوق المشروعة وطنهم والتصدي لمناورات الأعداء، كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا لأبنائنا في الصحراء على ولائهم الدائم لوطنهم وعلى تشبثهم بمقدسات الدينية والوطنية وتضحياتهم في سبيل الوحدة الترابية للمملكة واستقرارها. وفي الختام نؤكد أن المغرب سيظل دائما حازما في موقفه وفي لنهج الانفتاح على محيط المغاربي والجهوي بما يساهم في تحقيق التنمية المشتركة والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.